السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله معايا. غادي نديروا الطمينه تاع الفرينه ولا التقنطه تاع الفرينه، طلبوها مني العديد من المتتبعات. درت لكم ديجا الطمينه تاع السميد ولا التقنطه تاع السميد، ان شاء الله يا ربي تكون الوصفه نالت اعجابكم وجاتكم بنينه وبسيسه في فمكم وطريه ان شاء الله يا ربي. واليوم ثاني تعجبكم هذه الطريقه تاع الفرينه، الطمينه تاع الفرينه نقولها طمينه ولا بسيسه ولا كل واحد كيقولها، حنا نقولوا لها طمينه ولا نقولوا لها التقنطه. اليوم غادي نهضر لكم شويه على التقنطه تاع الفرينه. حنا هنا في جينيرال في وهران هذه طريقه وهرانيه، هذه داخله فيها شويه كاينه سلق بصح هي لا تاع الفرينه. حنا مش ما نديروهاش غير فرينه ساك وحدها باش تجينا بنينه وتعطينا هذيك البنونيه وهذاك الطعم الهائل تاعها، زدنا فيها صوالح اخرين غدوها لنا شباب بزاف. شا درنا فيها في لاغوسه تاعنا ولا الوصفه تاعنا، عندنا فرينه، فرينه كل وحده شعلت الدي. انا هنا قلت له عطوني المقادير بصح طمينا عمرها ولا كان عندها مقادير ولا التقنطه عمرها ولا عندها مقادير. بالعكس عينك هي ميزانك وانتيا، وما بغيتي لا بغيتيها حرشه ولا رطبتي والاختيار تاعك. المهم انا غادي نعطيكم المقادير نحاول. هنا غادي ندي انا 200 غرام تاع فرينه، عندي ديت معاها 100 غرام تاع لحظه ولا الحليب بودره، وعندنا الجنجلان، ها هو الجنجلان ولا السمسم. الجنجلان غادي تبدو معاها 100 غرام تاع جنجلان ولا على حسب الذوق اللي بغيتوه نتوما، بغيتو تزيدو تزيدو، بغيتو تقلو تقلو، اللي ما عندهاش دير بغير فات المتواجد. المهم وعندنا غاليطا بيمو، حنا هنا في وهران نخدموها بهذه الطريقه. عندنا غاليطا بيمو دوك نوريكم كيفاش غادي نردوها، وعندنا الدهان، الدهان ولا المارغارين. حنا هنايا كيما قلت لكم حنايا الوهران الوهارنا ما نديروهاش بالزيت، قال لك جينيرالمون في الغالب وكل شيء. انا على حسب ما شفت الوصفات وقالوا لي واحد السيدات كل شيء طاوها لي بالزيت، بصح بالزيت تجي القلب يلعب منها وتجي مزيته بزاف، والزيت بروحها مضر للصحه. حنا كل شيء نخدموه حنا الوهارنا نخدموا كل شيء بالدهان، الطعام تاعنا بالدهان، نعاودوه بالدهان، ما نخدموش كاع بالزيت. كيما قلت لكم طمينا بالدهان، المهم نخدموا بالدهان بزاف لخاطرش هو يرد لنا الحاجه تتبسس غير وحدها وتدوب في الفرن غير وحدها خير من الزيت. كيما قلت لكم الطريقه تاعنا هذه تاع اليوم ما نهضر لكمش بزاف بدون اطاله. غادي الاولى غادي نحمصوا الفرينه، نحيروها في المقله نورمال، ردوها اللون الذهبي. غادي ثاني نحيروا ولا نحمصوا ثاني اللحظه ولا حليب بودره، وثاني الجنجلان. هادو ثلاثه غادي نحمصوهم ولا نحيروهم ولا نحمروهم نفوتوه في المقله حتى يحمر نشيحوه. راني نحاول نقول لكم كاع بالهضره يعني الكلام كاع باش كاع يفهموني، باسكو كاين اللي ما يفهموش اللونغاج تاعنا وكاين اللي يفهمني وجزاكم الله خير. غادي نبدا على بركه الله. قلت لكم غادي ندي 200 غرام فرينه، 100 غرام تاع لحظه، 100 غرام جنجلان. هادو ثلاثه غادي نبدا نخدمهم فوق النار، نوخرهم على جهه. نهضر لكم شويه على بيمو. بيمو هنايا اش غادي ندير لها؟ غادي نحلها، تبدو نتوما الذوق اللي بغيتوه. انا يا بيمو تعجبني بزاف. غتقضبو اللي تبشر لكم الخضره، تبدو تبشروا فيها كما هكا بهذه الطريقه حتى تكملوا. انا هنا ولدي راه يبكي. غادي هنايا غادي توليكم كيما هكا، هذه هي اللي رانا باغينها. انا غادي نكمل. اعزائي المشاهدين بيمو اللي ريحتها ها هي كيما راكم تشوفوا، كيبقاو لكم شويه زيدوا الحوم هكا بالاصابع تاعكم تتفتت لكم. الان غادي نروح نكمل الكيفيه. غادي نحمر الاولى ولا نحمص اللحظه هي الاولى ولا حليب البودره بالشكل التالي. احبائي في الله ها هي اللحظه تاعي، غادي نحمصها ولا نحمرها كيما قلت لكم حتى تاخذ لي اللون الذهبي اللي راني باغيته، ونحطها ثاني فوق هي فوق البيمو ولا الكاليطه اللي ريحتها، ونزيد نواصل مع الفرينه والجنجلان بنفس الطريقه ونفس الكيفيه. وبعد ان شاء الله نوريكم كيفاش نتابعوا الوصفه اللي هي سهله وبسيطه والبنه هايله والبنه بنينه بزاف وتذوب غير في الفم وشابه كاع. هذه هي الطريقه الوهرانيه الصحيحه للطمينه تاع الفرينه، وان شاء الله تجربوها وتردوا لي خبر.
ها هي النتيجة معانا، كي راهي محمرة لنا، ها هي كما راكم تشوفوا راهي بيان دوغي. الآن غادي نخلطها مع البيمو، تما دات اللون تاع البيمو، ودروك نزيد الفرينة والجنجلان. أحبائي في الله، ها هي الفرينة تاعنا بعد قليناها، بعد ما قليناها دروك أنا درتنا واحد الكويرات كيما هكا، غادي نفوتوها في الصفاية ولا في حلال قبل ما نحطوها في باش نخلطوها. أعزائي المشاهدين، بهذا الشكل نفوتها في الصفاية باش نخرجو غير الفرينة، هذوك الكويرات ما يخسروناش الطمينة تاعنا باسكو تجي رطبة وتجي تدوب في الفم غير وحدها. هادو بروحهم ما تحمروش كيما راكم تشوفوا، قعدوا بويضين. نواصل بهذا الشكل، ها هو هنا غادي نخلطوها مع البيمو واللحظة والفرينة ونزيدو الجنجلان، غادي نحمصو هو تاني. أحبائي في الله، هنا راني نحمص في الجنجلان، نحمر فيه غير شوية ونحطها مع المكونات الأخرى اللي درتها. أعزائي المشاهدين، حطيت تاني الجنجلان مع باقي المكونات، راه حامي هنايا، كلشي راه حامي. قلت لكم انا دائما التقليص تاعي نخدمها كيما هكا بهذه الطريقه. هنا غادي نزيد لها اضافه، هنا راهي حاميه التقليص تاعي. غادي نحطوا الدهان، نحطوا حوالي 3 مغارف كبار، ثلاث ملاعق كبار كيما بهذا الشكل. وغادي نحط اللمسه تاعي انا هنايا، نزيد لها اضافه، ندير شويه تاع عطر فانيلا ونبدا نمزج، نذوب داك الدهان ندخله في الطمينه. في هذه الاثناء غادي نزيد العسل، العسل اللي وريتكم سبق لي وريتكم كيفاش نخدموه، كما راكم تشوفوا هنايا ما شاء الله، ها هو العسل تاعنا، هذا خدمته منزلي. اللي حاط لكم الوصفه في صندوق الوصف، انا ديجا درتها لكم ما شاء الله. هذه الوصفه تاع الزيت، الطمينه بالزيت، يديروها ما يديرولهاش العسل، يديرولها السكر، كاين اللي يدير سكر نورمال بصح، وكاين اللي يدير سكر كلاص. مام هنايا كاين اللي يدير سكر كلاص ما ديرش العسل، من الافضل ديروا العسل بهذا الشكل. نبدا نخلط هكا، ما تحموش العسل فوق النار مع الدهان، هذه اكبر غلطه الناس ديرها في الطمينه. صوف الا بغيتوا تاكلوها تمتم ولا تحطوها للضياف تمتم ما عليش، بصح باش ديروها تخلوها نقولوا حنايا كي يجوكم الضياف تاع وحده تكون نافسه ولا، ما تحموش العسل والدهان فوق النار باسكو ييبسو. دخلنا المكونات جيدا مع بعض، حنا مازال خاصها نزيد لها شويه عسل شويه دهان، غادي نزيد نخدمها ومن بعد نوريهاكم في طبق التقديم باذن الله. احبائي في الله، الطمينه تاعنا ها هي قدامكم واجده في طبق التقديم، غادي نزينها دروك امامكم تزيين بسيط جدا، وتوما لكم الحريه وفن التزيين كيما بغيتو. هنايا هنا بعد ما قرصتها حطيتها وقرصتها بيدي، غادي دروك جبت انا الطابع تاع الكاطو، غادي نبدا ندير اشكال ها كنزوقوها بهذا الشكل. تبغوا هنا ديروا اي حاجه ديروها، انا غادي ندير القرفه مغاش تبان معايا القرفة باسكو راني داير اللون تاعها بروحها قرفي بهذا الشكل بهذا الشكل. نتمنى تنال اعجابكم الوصفة تاع اليوم، جربوها. انا الزوج تاعي صدقوني يموت عليها، هذيك بنت سلو هي ماشي سلو، بلمسة من الله كيبعث الفانيلا. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم، جربوا الوصفة تاعي والى الملتقى ان شاء الله. وسمحوا لي ما نجد نحط لكم الفيديو بزاف، راكم عارفين السبب اللي قلتها لكم وذكرتها لكم قبل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم اوفياء القناه. ما تنساوش الزوار جدد العمل سبسكرايب على القناه تاعنا بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو، واكيد على ايقونه الجرس ليصلكم كل جديد، والى اللقاء.
أحبائي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.